بعض الاطفال عندهم حاجه اسمها الجياردية. الجياردية دي اللي هي عامله زي الاميبا، اللي هي الانتبيبا، حاجات اللي هي الاوليات دي. ساعات بتعمل التهابات في الاثنى عشر وتاثر شويه على سوء الامتصاص، وتخلي الطفل دايما عنده هزلان وضعيف وعنده انيميا، مش مرتاح، مش كويس، مش مش مستوعب في قادر يقوم المدرسه، يلعب، مش قادر مش يتحرك. مستوعب في المدرسه. ده برضو بقى عنده انيميا، وتكتشف ان هو عنده حاجه بسيطه او لو عالجتيها اسمها جياردية هيتحسن جدا. شوفي السياق وصلنا لفين، ان احنا شخصنا مرض. طيب تعالي شوفي حضرتك ان ممكن انيميا ناقص الحديد تخليني انا كدكتور جهاز هضمي اقول له انا عايز منظار، لان انا شاكك ان معدتك فيها زي ما حضرتك قلت في الاول حاجه بتسقط الحديد او بتوقعه، وادخل بالمنظار الاقي قرحه، او لا قدر الله على اسوء الفروض كانسر الاقي مثلا. كانسر، او الاقي لحميه، زوائد لحميه. وازاي ده اللحميه دي على المدى الطويل قاعده تنقص له كل يوم 0.5 نقص، يعني مثلا ما يكملش ربع ولا تلت في المية او تلت بس من في عشرة، الآخر بس هتجمع بتجمع على مدار رقم الايه كبير. في الاخر، لان استعاضة نخاع العظم مش قادر يعوض بالشكل الكافي صحيح. قصاده، مش قادر يعمل البالانس ده. فده انيميا نقص الحديد مع سوء الامتصاص. تعالي حضرتك شوفي ده وصلنا لإيه.